بصدد يعني إحياء ذكرى شهيد. ثانيا أن احنا هناك قضية أمن المواطن في تونس لابد أن تطرح وأن تكون محل حوار وطني كبير، لأنه هناك تقاعس كبير جدا في التعاطي مع هذا الملف. ليس هناك أي جديد منذ سنة كاملة. قاضي التحقيق في المكتب الثاني لم يشتغل لأنه كان المكتب مقفل لمدة سنة قضائية كاملة. بالنسبة للقاضي عميد قضاء التحقيق في قطب الإرهاب ليس له أي جديد، هو تولى إصدار عدة إنابات قضائية ولكن هو بصدد انتظار مآلها. هذا من ناحية القضائية. من ناحية طبعا السياسية هي قضية اغتيال، ولكن إلى الآن لم يقع التنديد بهذه الجريمة. خاصة الانتخابات الأخيرة وتعبير السيد رئيس الجمهورية على أنه تطبيع خيانة، ننتظر إن شاء الله أن تصدر موقف ينصف الشهيد وينصف أمن المواطن، باعتبار أنه أمن المواطن يعني أمر مقدس، حياته مقدسة، حقه في الحياة. لابد أن الدولة تكون يعني واعية بخطورة الشيء هذا وأنها تندد بهذه العملية ويعني تطلق يد القضاء وكذلك الأمن أنه يبحث عن الحقيقة كاملة دون يعني نقص. ما ثمش تحرك لأن متعاطي مع الملف، كما قلنا احنا بيئة متبعة وحكام يعني متبعين. الملف ما خذاش طريقه إلى كشف الحقيقة والإحاطة بملابساتها.